السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. متابعي قناة تدبير، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. تدبيرتنا لنهار اليوم هي حلوة جافة، حلوة لي بتي فور، تجي خفيفة وبنينة وتعطينا كمية زاكية. ورح نعطي لكم تدبيرة كيفاش تخرج لنا هذا اللون الذهبي الرائع. يلا نروح نشوفوا الوصفة. عندي 500 غرام مارغرين لابيل، يكون طري على درجة الحرارة المطبخ، نضيف عليها كوب صغير زيت العادية، حبة بيض كاملة وصفار، ندربهم بالباتر، وراح نضيف عليهم كوب سكر ناعم، الحلوة تاعنا باش تطيب لنا على اللون الذهبي نضيف لها زوج مغارف كبار عسيلة، وباش ننكه الحلوة درت مغرفة متوسطة تاع لافاني، نجوزها في الصفاية باش نتفادى الحبيبات. الحلوة اللي تديروا فيها العسيلة نقصوا كمية السكر، 500 غرام مارغرين نورمالمون ندير زوج اكواب سكر، بصح انا درت غير واحد، كنت على بالي راح نضيف العسيلة، دونك نقصوا كمية السكر. لهنا راح نضيف كوب مايزينا وباكي خميرة كيميائية، دايما نغربلوها باش نتفاداو الحبيبات. والفارينة نضيفوها تدريجيا، نقيس 4 كيسان، لاباط ما نقصحوهاش باش نقدروا نبوشيوها. بابي غلاس تاعنا لصقوه فريكوتي بشويه لاباط، هاد لاباط نقدروا نديروا بها عده اشكال، نديروهم غير متوسطين على خاطر راح يتضاعف الحجم تاعهم في الفور. درت وريدات متوسطين ودرت صغار ودرت على شكل كوكياج، من بعد بدلت لادوي ودرتهم على شكل ليكوفخات. نعمر سنيوة تاعي ونديرها في الفور على درجة الحرارة 180، نطيبهم من التحت ومن بعد راح نشعل الفور من الفوق. سنيوة تاعي نخليها غير التحت ما نطلعهاش الفوق، على خاطر كي نطلع سنيوة للفوق كاين اللي يطيبولي ويتحرقوا وكاين اللي يقعدوا خضورين. بعد ما طابت الحلوة تاعي راح نلصقها بالمعجون كيما اللي راح تتباع في المحلات اللي يسقوها بالناباج. سبقت في هاد الموديل اللي درتهم طوال، نلصقهم ندير لهم شويه معجون في الكوتي، وراح نرمدهم في لانواد كوكو كيما تقدروا ترمدوهم تاني في الكاوكاو، كاوكاو يكون مرحي ومحمص. عجينة واحدة نقدروا نديروا بزاف اشكال وننوعوا تاني في التزيين.
نكمل كامل الكميه اللي عندي، ومن بعد راح نزين اللي درتهم على شكل كوكياج. بعد ما نكملهم راح نذوب شويه شيكولا في حمام مائي. نزين غير هادوك اللي درتهم على شكل كوكياج. نشد هذاك الكوتي اللي درته على شكل حفرة، ندير خط بالنص ونرمدهم داخل الشيكولا. نكمل الحلوة تاعي بنفس الطريقة، نشد حبة حلوة تاعي نغطسها في الشيكولا، نغطسها للنص وراح نزينهم بحبيبات تاع الحلوة. عندي هنا تراكولا، نديرهم غير تزيين خفيف ونخليهم يبردوا وتنشف الشيكولا. ونحطهم في طبق التقديم. كيما هاد الحبيبات اللي درتهم صغار ندير لهم غير شويه شيكولا في الوسط. ونزينهم بالحلوه اللي فيها ثلاث الوان. نكمل ونشوفوا الحلوه تاعنا كيفاش جات. الحلوة تاعنا راهي واجدة، تجي خفيفة وفي الدورة كيما اللي راهي تتباع في المحلات. هاد الحلوة نديروها في الأعياد ولا القهوة العصر، ولا كي يكون عندنا ضياف في العطل. ما تديناش الوقت وما تديناش بزاف مقادير وتعطينا كمية مليحة. هاد الحلوة قد ما تطول قد ما تقعد طرية، نتيجة بزاف هايلة. جربوها بنفس الطريقة ما راحش تندموا عليها. وهذه هي وصفتنا لنهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم.
ما تنساوش لايك واشتراك للقناة. ملاقات الخير، سلام.